نروح بقى على خبر برضو مختلف حبتين. تم إلغاء مباراة في كرة القدم جمعت بين فريقي هاشتاج يونايتد وكونكورد رينجرز في دوري الدرجة الخامسة لكرة القدم في إنجلترا. طيب ليه ده حصل؟ ببساطة لأن حصل انفجار بألعاب نارية على أرضية الملعب في الشوط الثاني، لدرجة أن واحد من لعيبة فريق هاشتاج يونايتد يعني كان حيصاب إصابة خطيرة ونجا منها بعجوبة بعد أن أصابته الألعاب النارية. الكلام ده حصل لما كانت النتيجة بتشير إلى تقدم الفريق بنتيجة 2-0. طيب إيه السبب والكلام ده حصل ليه والألعاب النارية دي جت منين؟ جت من بيت قريب من ملعب المباراة، كان عندهم احتفالية ما تفهموش بقى، فرح، قراية فتحة، أيا كان، المهم كانوا بيطلقوا ألعاب نارية على سبيل الاحتفال، فمعظم الألعاب النارية دي وقعت بالفعل على أرضية الملعب اللي جنبهم واللي بتقام فيه هذه المباراة. قال متحدث باسم النادي إن في واحد متطوع راح للمنزل القريب وسأل إذا كان بإمكانهم يعني لو ممكن يوقفوا الألعاب النارية، لكن الأسرة حجرت واستمرت في عرضها الناري، وده أدى إلى التخلي عن استكمال هذه المباراة. طبعا نادي هاشتاج يونايتد أعلن أنه قدم شكوى رسمية بشأن هذه الحادثة بعد ما رفض أصحاب المنزل اللي جاءت منه الألعاب النارية التوقف، وأضاف قائلا لحسن الحظ كان يمكن أن يكون الوضع أسوأ بكثير، رفضنا استكمال المباراة بسبب رفض التوقف عن إطلاق الألعاب النارية من المنزل المجاور للملعب. وبرضه حدث مش بيتكرر كتير. بس غريبه رد الفعل، ان عاده ما بيبقاش ردود الافعال كده، يعني بيبقى في استجابه، خصوصا ان الالعاب الناريه في بلاد كتير جدا ومدن كتيره جدا مش بتبقى متاحه ان يتم استخدامها، وكمان تضريت حد جنبك، فده غريب شويه، غريب كتير.